فيحاربونك ولا يقدرون عليك، لأني أنا معك يقول الرب لأنقذك. عزيزي المشاهد، لو لك علاقة حقيقية بالرب يسوع لازم ده يبقى إيمانك، إن الكلمات دي ليك زي ما هي مكانة لأرمية هي أيضا ليك. لو ليك علاقة حقيقية مع الرب تقول إله أرمية هو إلهي، الرب استخدم أرمية والرب يستخدمني. ممكن تبقى الدايرة بتاعتك مش زي الدايرة بتاعت دائرة الاستخدام زي دائرة أرمية، لكن أيا كانت الدائرة صغيرة، الرب بيستخدمك مثلا مع أولادك، الرب بيستخدمك مع أصدقائك، إنما المهم إن الرب بيستخدمك، مش مهم مساحة الاستخدام، مجال الاستخدام. الرب أحيانا يستخدم المؤمن مع فقراء يساعدهم، يستخدم المؤمن مع مؤمنين ضعاف يقويهم. طول ما انت بتقول يا رب استخدمني تقدر تقول كده إله أرمية هو إلهي، وكلمات الرب الأرمية هي زي ما هي الأرمية هي ليا، أتحارب فيحاربونك ولا يقدرون عليك. باسم الرب يسوع الناس اللي بتحاربني لا تقدر عليا. يعني ايه لا تقدر عليا؟ يعني ما تقدرش تعطلني، ما تقدرش تأذيني، ما تقدرش تعطل نجاحي، ما تقدرش بأي طريقة تشوش عليا. فيحاربونك عشان أنا بستخدمك، فيحاربونك ولا يقدرون عليك. الناس اللي ضدي ما تقدرش عليا، مع أن إمكانياتهم ومراكزهم أعلى مني وإمكانياتهم أكتر، لكن طالما أنا في إيد الرب. عزيزي المشاهد، لو ليك علاقة حقيقية مع الرب تقول كده أنا في إيد الرب، والرب قال عننا كده الذين في يدي، يبقى أنت في إيد الرب. ولأنك في إيد الرب اللي ضدك ما يقدرش عليك، سواء بقى اللي ضدك ده ناس، سواء اللي ضدك ده أرواح شريرة الشيطان. يحاربونك ولا يقدرون عليك، لأني أنا معك يقول الرب ودائما ستجدني. ده كلمات الرب الأرمية، ستجدني منقذ لك، لأن الآية بتقول كده. أرى لك الآية من سفر أرمية والأصحاح الأول، الآية بتقول إيه؟ لأني أنا معك يقول الرب لأنقذك، إلهي وإله الخلاص، يعني إله الإنقاذ. يونان وهو محبوس حبس الموت داخل الحوت قال كده للرب إيه؟ الخلاص، للرب الإنقاذ. فيحاربونك ولا يقدرون عليك، لأني أنا معك يقول الرب لأنقذك. لو ليك علاقة حقيقية مع الرب يسوع في خطر، مش صدفة أنك أنت بتسمع هذه الآية. قل إله أرمية هو إلهي، قل معايا كده إله أرمية هو إلهي، الرب معايا، أنا مش في خطر. خطر بيقترب لكن أنا مش في خطر، إلهي معي لينقذني. حتى لو وصلت لأبواب الموت هو رافعي زي ما بيقول المزمور، من أبواب الموت يا رافعي، مش لا بتقول كده، من أبواب الموت. حتى لو وصلت للموت عند السيد الرب للموت مخارج،
اعلن ايمانك ان ابليس ما يقدرش عليك، الخطيه ما تقدرش عليك، الناس الاشرار ما يقدروش عليك. اعلن ايمانك انك انت محمي، والرب يستخدم الملائكه لحمايتك، الملائكه لحمايتك في وقت الخطر. واعلن ايمانك ان الرب يجعل كل الاشياء تعمل معا لخيرك، يعني مدبرين حاجات لإيذاك ما يقدروش عليك. ليه؟ الرب يحولها بطريقته العجيبة لخيرك. انت طالما شايف نفسك في ايد الرب انت في امان، انت تقدر تقول كده في الارتفاع، تقدر تقول كده انا سائر زي ما المزمور بيقول من قوة الى قوة مهما عملوا، انا من مجد الى مجد. فيحاربونك ولا يقدرون عليك، حط ده شعار ليك، لا يقدرون علي، لا يقدرون علي، لا يقدرون علي. فيحاربونك ولا يقدرون عليك لاني انا معك، يقول الرب لانقذك. بس ما تنساش ان الايه دي مرتبطه بايه؟ بان الرب يستخدمك، مرتبطه بانك مسلم نفسك للرب عشان الرب يستخدمك، لا كما تريد أنت ولا كما يريد الناس ولكن كما يريد هو. قول للرب كده: أشكرك يا رب لأنك بتستخدمني، وأنا بسلم لك نفسي لكي تستخدمني كما تشاء أنت، لتكون لا مشيئتي ولا مشيئة الناس، لتكون مشيئتك. قول للرب: أشكرك لأني مع استخدامك ليا وعد بالحماية، يحاربونك ولا يقدرون عليك لأني أنا معك، يقول الرب. ولما يبقى في خطر أنا معك لأنقذك. عزيزي المشاهد، تعال معي الآن إلى سفر صموئيل الثاني أصحاح 18، نكمل التأمل في مقتل أبشالوم. أبشالوم يستحق القتل، نعم نعم نعم. ليه؟ لأنه قتل، وهو في العهد القديم الشريعة اللي يقتل يتقتل، ده شريعة. وحتى الحكومات الحالية اللي لغت عقوبة الإعدام بنجد لما درسوا ليه إن الجرائم زادت، جرائم القتل زادت. يعني الرب حكيم في إن عقوبة لما تقتل تتقتل، ده كانت الشريعة في العهد القديم. فهو قتل وكان هيقتل أبوه، يبقى 100% ده عدل إلهي إنه يتقتل، رغم ان ابوه ما كانش عايزه يتقتل. للاسف ابوه ما كان في الحته دي ماشي عكس الرب. ليه؟ لانه كاب عنده مشاعر. داود ما كانش عايز ابشالوم يتقتل، لكن الرب كان عايز ابشالوم يتقتل. وزي ما شفنا في الحلقه اللي فاتت، اتقتل بطريقه فيها تعذيب، لانه هو عمل حاجات كتير بشعه، كذب على ابوه، خدع ابوه، عمل حاجات وخلى الناس تسيب أبوه، ضحك على الناس وقوم المملكة ضد أبوه، وكاسر الوصية اللي بتقول اكرم أباك وأمك لكي تطول أيامك على الأرض. هو ما خلاص، طب أيامك تطول إزاي وإنت لم تكرم أباك؟ مش بس إنك إنت عملت انقلاب ضده، ده إنت ما كرمتوش في أي حاجة، ولا همك ان اخوك ده يبقى ابن ابوك. ما لم تكن كما يريدك الرب في المعاملة مع الاباء. لا، وعزيزي المشاهد، لو انت بتعامل الاب معاملة ما فيهاش احترام وتقدير انت في خطر.
تقول لي وحش، اقول لك الرب ما قالش اكرم اباك كويس، قال لك اكرم اباك بس، سواء وامك سواء كانوا كويسين او وحشين. ثم انك انت ما اخترتش ابوك، يعني ممكن تكون اخترت زوجتك او هتختار زوجتك، لكن انت ما اخترتش ابوك. فده اللي عمله اب الرب. يبقى بقى سواء الاب وحش حلو لازم تحترمه ولا تؤذيه. وطالما بيقول لك حاجات تعملها مش مضره او مش بره او مش كاسره لوصايا الرب، اكرمه. أبشالوم ما عملش كده، فلم تطل ايامه على الارض، وبسبب كل اللي عمله ده يستحق فعلا ان يموت، حتى لو داود مش عايز. بل ان موت أبشالوم نوع من تأديب لداود. يعني داود ده تالت ابن يموت ليه، وده كله لأن داود ماشي غلط وماشي ورا، للأسف ماشي ورا مزاجه أهواؤه. لما مزاجه قاده للزنا مش وراه، لما مزاجه قيده انه ما يعاقبش أبشالوم لانه بيحبه ما عاقبوش، لما مزاجه قاده انه ما يعاقبش أمنون لما اغتصب سمار ما عاقبش أمنون. ماشي، مش مهم الرب، مش مهم الشريعة، لكن المهم الميول بتاعتي. عشان كده بيتقدم، لسه بيتقدم. بعد ما الناس اللي تبع يؤاب، انا قلت اللي مو يؤاب كان عنده 10 غلمان حاملين سلاح ليه؟ لانه رغم ان هو القائد لكن شاعر، عنده شعور عميق بالخوف. فيعني زي ما قلت لك في الحلقه اللي فاتت، شاول الملك كان عنده حامل سلاح، ابنه يوناثان كان عنده حامل سلاح واحد، داود ما نقراش. ده بقى عنده 10، ده معناه انه خايف من انقلاب ضده، لان ما عندوش امان. يؤاب ليه ما عندوش امان؟ لان علاقته مع الرب مش كويسه، شخص مصلحجي، و حمى نفسه ازاي؟ بمجموعة ولقها لي مش لداود، لان وضح من القصة دي ان الراجل اللي شاف أبشالوم متعلق في فروع الشجر بتاع البطمة، راسه متعلقة ومفيش حاجة تحتيه، البغل سابه ومشي، البغل مشي كده هو اتعلق. الراجل اللي شاف أبشالوم ده رفض ان يموته، قال له عطتني ايه ورقتني ايه، انا مش ممكن اكسر الكلام اللي قاله داود، حتى لو أبشالوم يستحق القتل انا مالي، انا ما اكسرش كلام الملك. الملك داود قال ترفقوا بالفتى أبشالوم، حذرنا ما نقدرش نموته. اكيد كل الناس زي الراجل ده ما عدا حامل السلاح دول بتعوت يؤاب، ولاهم الى يؤاب وليس ولاءهم للملك. لا، ينبغي أن يطاع الأعظم من داود. يعني في علاقتك مع الناس أن يبقى ولاءك للرب مش للشخص، مش للمدير، مش للأسيس بتاع الكنيسة. لو الأسيس بتاع الكنيسة قالك تعمل حاجة ضد للرب عايزها، لا، تقول له لا، زي ما الرجل الشجاع ده قال يؤاب أنا ما أقدرش أعمل كده، لأن عملت كده بقى أنا ضد داود. إحنا بقى عندنا داود الحقيقي اللي هو أعظم من داود التاريخي، عندنا الرب يسوع. لازم ولاءنا يبقى للرب. دول العشرة دول اللي أنا قلت عليهم في الحلقة اللي فاتت ضربوا أبشالوم لحد ما موتوه، دول كان ولاءهم لمين؟ ليؤاب، لأنهم سمعوا ان داود بيقول كذا، ومع كده ما وقفوش ضد يؤاب وقالوا له لا ما ينفعش،
باسم الرب يسوع. يبقى ولاء للرب دائما، مش هجامل حد على حساب طاعتي للرب مهما كان الحد ده مين. هطيع الرب، هاخضع للرب، ومش هجامل حد واكسر وصية من وصايا الرب. دول العشرة جملوا يؤاب، لان هو بقى دول تبعد اللي مختارهم امناء ليه مش لداود، فوقفوا في الموقف ده مع يؤاب. وكأن يؤاب خايف لحسن داود نفسه ينقلب عليه، فعنده عشرة، مش واحد مش اتنين، عشرة. العشرة دول ملهمش ولاء لداود. احنا نعلن ايماننا في الحلقة دي ان ولائنا الاول واللي بيهيمن على كل انتماءاتنا ان احنا للرب. انا مش هرضي حد على حساب الرب، ومش همشي بره مشيئة الرب عشان ارضي انسان. ينبغي ان يطاع الله اكثر من الناس، ينبغي ان يطاع داود الحقيقي اكثر من يؤاب الرئيس بتاعي. لكن للأسف العشرة دول وكانوا شباب، يقولك عشرة غلمان. لا، ايام الشباب هي ايام لازم نعلن فيها ولائنا للرب يسوع. لا لينا ولاء للعالم، لا لينا، مش العالم اللي يمشينا، مش اصدقائنا اللي يمشونا، اللي يمشينا الرب. لكن دول ماشيين ورا يؤاب، ويؤاب بيعمل حاجة الملك مش عايزه يعملها. عملوا ايه بقى؟ شوف ابشالوم اتعذب في موته، لان اول حاجة الناس سابوه، وده اكيد الام نفسية. الناس اللي جايه تحارب معاك لما لقوا نفسهم هيتغلبوا راحوا هربوا. شاف الناس كلها تخلت عنه، بس ما هو ده نتيجه الخطيه، نتيجه من نتائج الخطيه اللي ممكن تحصل، احساس الانسان بالوحده انه وحيد. حتى ممكن يبقى الناس ما مشيتش بعيد، لكن برضو شاعر انك وحيد. اللي يشيل احساسك بالوحده ايه؟ حتى لو ما كانش معاك ناس، علاقتك مع الرب. علاقتك مع الرب تخليك شاعر انك غير متروك. زي ما داود قال، لو ابي وامي تركوني الرب يضمني، مش هشعر باني وحيد. زي بولس كده، الجميع تركوني لا يحسب عليهم. ليه؟ مش شاعر بالوحدة. ليه؟ الرب وقف معي وتمجد معي. فلما تبقى في الخطية ممكن يبقى حواليك ناس لكن تشعر بالوحدة، لما تبقى مع الرب ممكن يحصل الناس تقل بس تشعر انك مش محتاج. اول حاجة حصلت لابشالوم احساسه بالوحدة، حتى البغل خزله، لاني هو ماشي بالبغل، وكان ممكن البغل ده يهرب هو كمان زي ما ناس كتير هربت. انما البغل دخل بالبغل في حته كده ما يعرفهاش، الحته سمحت للبغل انه يمشي وهو ما يمشيش، لان راسه مسك كتفي، في ناس يقولوا شعر راسه عشان كان مربيه طويل، لكن ده حاجه انتشرت عند اليهود لكن مش مكتوبه في الكتاب، قد يكون وقد لا يكون. الكتاب يقول راسه، يقول كده الكتاب، تعلق راسه بالبطمة والبغل مشي تحت أغصان هذه البطمة، يعني تعلق في الأغصان راسه، فأكيد راسه دي هتعمل تمزق وتعب في المنطقة بتاعت الرقبة، كأن واحد بيتشنق. ما ماتش بقى لما شافوا الراجل ده، وقال لي يؤاب الراجل مرضيش يموته، يموت بشلوم، مصيدة سهلة بقى. يؤاب حب بقى يتعبه، راح جاب تلات أسهم أو تلات عصيان من الخشب مدببة وحطهم كده، نشبهم كده في منطقة القلب، برضو ما ماتش. حصل ايه؟ شوف التعذيب، لكن اكيد بيتعذب. وبعدين في الاخر العشرة اللي هم تبع يؤاب حاملين السلاح بتاع يؤاب
اللي انتمائهم ليه قاب مش لداود، اللي داود قال محدش يموت أبشالوم، هما مش هممهم وما قفوش ضد يقاب زي ما الراجل الجندي ده وقف، ما في واحد وقف قال له لا انا ما اقدرش اقتل، يعني ده لما وقف وقال ما اقدرش بيدين العشرة اللي قتلوا بيقولوا انتوا غلطانين. ما الرب بيخلينا ندين الناس مش بكلماتنا. انت لما تبقى امين وترفض الرشوة وما تغيرش في حاجة، اللي بياخد الرشوة انت بتبكته بسلوكك. فالعشرة دول مين يبكتهم؟ الراجل الجندي اللي رفض ان يطيع يؤاب ويقتل أبشالوم. دول بقى قتلوه ازاي؟ بالضرب. يقولك كده وضر الحاطب بالبطمة الشجرة عشرة غلمان حاملوا سلاح يؤاب وضربوا أبشالوم وأماتوه. يبقى مات مش في ضربة واحدة، مات في ثلاث خطوات، راسه تعلقت وألام في الرقبة وفي الأنسجة وفي الشرايين وفي زي ما انت تقول زي واحد بتشنق، وبعدين ثلاث خشبات دول مدببين ولا الأسهم البسيطة دي اللي حطها يؤاب في قلب أبشالوم عشان يشجع الجنود الرجالة بتاعته، والشباب اللي بعدين نزلوا ضرب في أبشالوم إلى أن مات. كل ده نتيجة الخطية، كل ده نتيجة التمرد، كل ده نتيجة أنه لم يكرم الأب. عملوا إيه بقى؟ أخذوا أبشالوم وطرحوه في الغابة في الجب العظيم، يعني في حتة كده بير كده عميقة، وتعبير جب يعني حاجة زي بير وفي الغالب ما فيهاش مية أو فيها وحل في التحت. راحوا رموه في الجب العظيم. بعدين بعد ما رجموه عملوا إيه؟ بعد ما رموه في الجب العظيم أقاموا عليه رجمة عظيمة جدا من الحجارة. عزيزي المشاهد أكمل معاك في الحلقة القادمة، إلى لقاء الرب معك. إلى كل أحبائنا المشاهدين نقدم لكم كتاب أغلق الباب وافتح النافذة، هدية مجانية من خدمة أنهار الحياة عند تلقي مراسلاتكم. هيا اكتبوا لنا اليوم دون تأجيل وشاركونا بتعاملات الرب معكم من خلال البرنامج، أو بأي استفسارات أو طلبات خاصة نصلي معكم من أجلها. راسلونا على البريد الإلكتروني mail@pastordaniel.org أو العنوان البريدي أنهار الحياة، صندوق بريد 3030 الحرية، هليوبوليس، القاهرة، جمهورية مصر العربية، أو Rivers of Life PO Box 433 Greenford UB5 9BJ UK، أو ارسلوا لنا بريدا صوتيا أو رسالة SMS على 012-2-577-88. وأخيرا ندعوكم لمتابعة ما يقدمه موقع خدمة أنهار الحياة الجديد باستمرار على www.pastordaniel.org. الرب معكم، وإلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامج شخصيات كتابية.